معنا هاتفيا من مدينة غازي عنتاب التركية الكاتب والمحلل السياسي السوري حافظ قرقوط. السيد حافظ مرحبا بك. إذا المعارضة السورية ذكرت أن الضربة العسكرية هي مهمة لتقويض نظام الأسد، كيف ترى هذا التصريح وسط أنباء عن 40 غارة لطائرات النظام على ريف حمص الشمالي؟ هاي النتائج، أول شيء تحية لكم ولمشاهديكم. حياك. اللي تفضلت فيه لاحقا هو النتائج لهي الضربة. القلق كثير بأنه يعني هذا النظام والروس والإيرانيين بشكل رئيسي بعد هاي الضربة أنه يزيدوا صلاتي ويزيدوا إجرام بحق الشعب السوري، لأنه حتى التصريحات الدولية اللاحقة بالضربة كانت أقصى من الضربة نفسها. يعني دول العالم ما اكتفت بأنه قدمت استعراض عسكري غير مقبول اصلا، ولا بيقدم ولا بياخر. يعني حتى لو يعني انا ضد الاسلحه النوويه اللي موجوده بسوريا، لكن بيعرف انه حزب الله هو اللي مخزن هاي الاسلحه النوويه في مواقع الكيميائيه في مواقع كثيره بجنوب لبنان، في بعض المناطق حوالي القصير، في بعض المناطق له 7 سنين حزب الله عم بيشتغل على الارض بمناطق ما بيسترجي النظام السوري ممنوع الدفاع عليها، نظام بشار الاسد. نفس الموضوع حسب جزء من تقريركم لما فات استعرض في الغوطة الشرقية، هذا المسؤول الإيراني المستشار بعتقد بأن هي الرسالة كانت الأوضح، لأنه ما يجري على الأرض وكل القتال السابق كان يصب في مصلحة إيران، وأن روسيا لا تستطيع التخلي عن إيران، لأنه إذا تخلت عن إيران، إيران تملك الأرض، إذا روسيا تملك السماء بطائراتها لا تستطيع روسيا ان تغطي الساحه السياسيه او الساحه الجغرافيه السوريه بالعناصر الكافيه، لذلك هي تحتاج الى الميليشيات الايرانيه. حتى لما قيل الليلة امس بان هنالك ضربات في دير الزور وفي بعض مناطق حلب الجنوبيه لبعض المواقع الايرانيه، حتى لو لم تكن الضربات دقيق جزء منها او انها كانت عباره عن حاله اعلاميه فقط، لكن نحن ندرك بان هنالك الخط الممتد تجاه العمق السوري من الحدود العراقية السورية بدأت إيران تسيطر عليه كاملا، وكل ذلك الطريق أصبح تحت رحمة الميليشيات الإيرانية، وهنالك أعداد هائلة تنتشر في تلك المنطقة. أعتقد بأن كل هذه الضربة التي دمرت لها أمريكا خلال أيام كاملة قبل أن تقوم بها ليست في مصلحة الشعب السوري، ليست في مصلحة الشرق الأوسط، يتصب نهائيا في مصلحة إيران، وكل حديث سابق بأن ستقع عبر إيران ذهبت في الهواء نفسها. على هامش قمة الجامعة الدول العربية الخارجية، السعودية أدانت بشدة استخدام النظام الأسلحة الكيميائية وثمنت الضربة الغربية على النظام. هل تعتقد أن القمة العربية ستفرز تحركات عربية في ملف الأزمة السورية؟ لا أعتقد. العرب للأسف في أضعف حالاتهم التاريخية، حتى عندما كانت تتوازاهم قوى الاستعمار الإنجليزي والفرنسي وغيره لم يكونوا بهذا الضعف، بل فرضوا شروطهم حتى في أوقات التحالفات وأوقات التفاوض في بداية القرن الماضي وأصلا في منتصف القرن قبل الماضي. حتى الآن العرب يمر في أضعف فترة ممكنة من تاريخهم، وهذا واضح تماما. لا لهم قرار، لا في القضايا الكبرى التي كنا نقول عنها كقضية فلسطين أصبحوا خارج السياق، ولا في القضايا المصرية التي تخص الشعب العربي، بل هنالك من تسريبات بأن حتى بيان الذي قد يصدر عن القمة العربية هو يدين الربيع العربي الذي حصل، وهذا يدلنا بأن الثورات المضادة قد نجحت حقيقة وتمكنت من أعناق الشعب. وهنالك البيان أثر أيضا لبعض المصريين الذين يؤيدون نظام الأسد. طيب. لأن الثورات الربيع العربي أساءت المواطن العربي، هكذا يرونها. نعم. سيد حافظ، هناك أنباء عن عرقلة نظام وصول لجنة التحقيق الموفدة من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دوما، كيف تقرأ جرأة النظام على قرارات المجتمع الدولي؟ تلاحظون من خلال الفترات القادمة كما قلت لكم طلب أكثر في النظام ونمرد أكثر. انظر إلى خطاب بشار الجعفري أمام مجلس الأمن البارحة عندما جددت روسيا بطرح قرار جديد، انظر بهذه الوقاحة التي تكلم بها مع دول العالم وسائل الأمريكان، واتهم الغرب تماما بأداة كل شيء، وبقي الغرب يستمعون كأنهم تلاميذ. نحن في مرحلة تاريخية حقيقة يعني من المؤلم أن نصف دول العالم فيها بهذا الترهل السياسي وحتى القيمي. أعتقد بأننا سنشاهد أكثر من ذلك من النظام السوري، ليس منع
فقط اللجنة نعم الدولية، سيد بل قد حافظ. يعتدي على البعثات الدولية أيضا، بل قد كما صار مع كما بدأ في هذه الثورة في حمص وبعض المناطق الأخرى في اللبنانيين نعم والبريطانيين والفرنسيين وغيرهم. شكرا جزيلا لك يا سيد حافظ قرقوط المحلل السياسي السوري.